مرحبا أعزائي، أنا اليوم راح أسوي معاكم كبسة الرز الحساوي، وهو مشهور عندنا بالأحساء، طعمه مرة لذيذ ومرة مرة مفيد. مثل ما احنا شايفين هذا هو الرز الحساوي، طبعا ينطبخ بمدة أطول شوي من الرز العادي، وطبعا طعمه ألذ. طبعا احنا نشتريه من مزارعين على طول مباشرة، اللي يزرعونه يبيعونه لنا بشكل مباشر. وملاحظة، سعر الرز هنا الرز الحساوي اغلى بكثير من الرز العادي، ودائما هنا بالاحساء يسوونه انفاس حق الوالد او المرضى لانه جدا مفيد ويحتوي على كثير من البروتينات والمعادن. هنا نقعت الرز الحساوي بموية وبخليه مدة ساعة إلى ساعتين على أساس الرز أو الحبة الرز شوية لين. وهو طبخة الرز الحساوي يختلف بكثير عن الرز العادي لأنه يستغرق وقت أطول، فنحطها هنا تتنقع مدة ساعة إلى ساعتين ونشوف شغلنا بنفس الوقت. حطيت قدر على النار، بحط عليه زيت شوية حبيباتي هذا الشكل، وبعدها بستنى يحمى الزيت وبحط عليه البصل كالعادة كأنك بتسوين كبسة عادية. والآن بعد ما حمى الزيت بحط معاه البصل، بعدها بقلب فيه لما البصل هذا يذبل ويتغير لونه، وقلبه وقلب البصل حتى يذبل وتصير هذه البصلة تصير لينة نوعا ما، وبعدها بحط معاه الفليفلة الحمراء الباردة. والآن بنحط معاه الفلفل الأحمر هذا هو، نكبه على البصل ونبدأ نقلبه معاه بشويش حتى يذبل ويكون يعني لين نوعا ما ويتغير لونه الى اللون شوية المحامر. ما ننتظر لما يحترق لانه اذا احترق يصير طعمه مش كويس. وبس يستوي بهذا الشكل يتغير لونه ويصبح شوية محامر نوعا ما، نحط عليه الدجاج ونقلبه مع بعض. انا يكفيني نص دجاجة على حسب الكمية اللي راح تاكل معاك، ونقلبهم حتى تتشرب الدجاجة طعم اللي هو البصل والفليفلة. ننتظر شوي نقلبه، وبعد ما قلبنا الدجاج راح احط عليه ثلاث طماطات معصورين تمام التمام، ونخليه شوي لما يطفر، وراح نحط معاه الحين نكمل باقي المقادير. اول شي بحط معاه مكعب ماجي، وبعدها بحط معاه بهار الكبسة هذا هو، وبعدها راح احط معاه شوية ليمون اسود، وهذا الليمون الاسود اوكي، وبحط شوية كزبرة مجففة اوكي، شوية زنجبيل ما يضر، قليل مرة ممكن ملعقة صغيرة، وشوية هيل بس، وكذلك كركم، ونبدأ نخلطه مع بعض بهذا الشكل، وبنحط معاه معجون الطماطم ونبدأ نقلبه معاه
حتى شفتوا معجون الطماطم هذا المجمد مثل ما احنا شايفين يختلط بجميع المكونات، ينحمس معاه ويطلع نكهة مرة حلوة. ومثل ما احنا شايفين هذا هو تسبك مع الطماطم، راح احط عليه شوية ملح وخلاص، وزيده موية ونخليه لما ينضج الدجاج. هذا الموية نخليه لما ينضج الدجاج، وبعدها نرجع لكم ونسوي الرز الحساوي. وبعد ما الدجاج استوى نشيله بهذا الشكل، ونشيل القطعة الثانية، والآن بعد ما شلنا الدجاج راح نحط عليه الرز الحساوي. هذا هو بعد ما نقعنا نحطه هنا. وما ننسى منسوب المياه يكون أعلى بكثير من هذا الشكل، فراح أزيده مويه. لابد أن يكون منسوب المياه أعلى بالكثير من تغطية الرز العادي، لابد يكون كبير، لأنه هذا الرز يشرب كمية كبيرة جدا من الماء عشان ينتفخ معانا ويصير لين، فلابد موية كثيرة تنحط معاه. الحين بحط معاه ثوم، والآن حطيت معاه عنقود من الثوم لأنه يعطيه طعم ونكهة مرة حلوة، ونقصر عليه لما ينشف الموية وتصير حبة الرز مرة لينة. ومن يصبح عندنا بهذا الشكل فنقصر على النار وننتظر. شوفوا كيف حبة الرز كيف أصبحت، ننتظر وننتظر لما تنشف الموية مثل ما احنا شايفين، ونرجع لكم وشوفوا كيف طعمه لذيذ. وغدانا الرز الحساوي أصبح جاهز، ويفضل حتى تاكلون من المطبخ الحساوي لابد يكون معاكم فجول أو رويد مثل ما يسمونه، ما عندي الآن فما حطيته، وكاس لبن، وكذلك تمر السفسيف. هذا التمر وهو تمر عادي يحطون فيه معاه السمسم ويصير طعمه مرة مرة حلو. وطبعا هذا وقته، وهو هذا التمر هذا وقته يسمى التمر السفسيف. طبعا دائما الحريم او النساء الكبار في السن هم اللي يسوونه، او الرجال اللي يعني خصوصا اللي يشتغلون بالنخيل والمزارع يعرفون يسوون هذا النوع من التمر، اسمه تمر السفسيف. مرة ما اقدر اوصف لكم طعمه قد ايش حلو مع اللبن. وهذا هو الرز الحساوي، اذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو. Thank you.